ممكن نتكلم كتير عن المباراة والناس تستغرب شوية من اتيتيود الناس اللي فرحت بزيادة للزمالك. في اوقات يا كريم انت بتفرح للفوز وفي اوقات بتفرح للنجاة من الهزيمة. يعني فرحة جمهور الزمالك هنا ملهاش علاقة بقيمة المباراة قوي، لان احنا بنتكلم في مباراة في دور ال 32 في كأس الكونفدرالية، ولكن في النجاة من مصير الأسوأ. يعني الزمالك حاليا هيكمل البطولة كفريق راجع من الموت. يعني خلاص هو مات وقام صحي تاني وهيكمل البطولة. مجازا طبعا، تدي دوافع طبعا طبعا. فالنجاة نفسها من الموت بيبقى لها قيمة، لان احيانا الأندية بتبقى بطوسة مساعات بالخروج. يعني كلنا فاكرين مثلا مش عارف سنة كذا سان جورج والبن الأثيوبي والزمالك ولايديتشا، الحاجات دي بتعلم في الأندية. فهنا الزمالك نجا من وصمة، غير دي تكر دي وصمه. يعني ارتا سولار فريق من جيبوتي كانت تعتبر وصمه، كانت هتفضل موجوده في التاريخ على طول، زي الحاجات اللي الناس بتفتكرها. فالنجاه هنا تستحق الاحتفال، لان الاحتفال هنا ملوش دعوه بقيمه الفوز قد ما تجنب الخساره كبيره جدا كانت ممكن تاثر وكانت ممكن تدمر الموسم كامل.